وانا شو سويت مشان يصير معي هيك بالحرب؟ كنا نايمين على الساعة 1 بالليل، اجا فجأة نزل صاروخ بالبيت. احنا يوم اجت القذيفة على البيت كانت المي جاية، وتحممنا ونظفنا البيت وكنا يعني مجهزين. صحيت لقيت حالي بنص الغرفة، جسمي كلياته قزاز وفوقية الباب. بعدين بس حسيت الدم اللي كان عايدي على جسمي، قالوا شالوني وطلعوني من البيت وياخذوني على المستشفى. كان الدنيا ضباب، شيء مغبره من قوه الصاروخ، من قوه الضربه. افكر شو راح يصير معي بعدين، راح اقدر امشي ولا لا؟ مشان المدرسه شو راح يصير معي بدراستي؟ وانا شو سويت مشان يصير معي هيك بالحرب؟ انا لا حملت سلاح ولا حاربت، انا اللي جاتني قذيفه.